مدبولي يتابع موقف إنتاج الأسمدة ويشدد على ضرورة غلق منافذ تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء. عقب اغتيال هنية، مصر تدين سياسة التصعيد الإسرائيلية وتحذر من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول. نائب رئيس المكتب السياسي لحماس يهدد بمعاقبة مغتالي هنية ويقول إن كل الخيارات فشلت في إسرائيل ولا خيار سوى المقاومة. 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، 3:00 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة اجتماعاً لمتابعة موقف إنتاج الأسمدة بعد استئناف عمل المصانع بفضل توفير الغاز الطبيعي أحد المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج الأسمدة. وأكد مدبولي أن هدف الاجتماع متابعة موقف صناعة الأسمدة في مصر، خاصة في ظل ما شهده هذا القطاع المهم من نقص في حجم الإنتاج خلال الفترة الماضية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة غلق منافذ تسريب الأسمدة المدعومة إلى السوق السوداء، حيث تم التوجيه بضرورة العمل على ضبط هذه المنظومة بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه. عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضم العاملين في مجال المقاولات والتشييد والبناء وأسر تكافل وكرامة تحت مظلة التأمين الصحي. وأكد الاجتماع على الانتهاء من حصر أعداد المنتفعين وتحديد التمويل اللازم لهذا البرنامج للعرض على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة للموافقة عليه. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية العمل على تيسير مختلف الإجراءات الخاصة بالمسافرين والقادمين عبر مطار برج العرب. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها مدبولي في مطار برج العرب الدولي لمتابعة الأعمال التطوير، حيث وجه بالعمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمطار، كما وجه بوضع تصور متكامل حول كيفية استيعاب الحركة السياحية الوافدة إلى منطقة الساحل الشمالي، مع الإشارة إلى العمل على زيادة عدد الغرف السياحية بهذه المنطقة. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي خلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة. خلال اللقاء أكد عبد العاطي أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، في ظل ما تشهده مصر من نهضة شاملة وتوسع عمراني، ما يصاحب ذلك من مشروعات كبرى جاذبة للاستثمار الخارجي، مع ترحيب بمساعي قطر لاستشراف فرص استثمارية جديدة في مصر، بجانب تعزيز التعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق السيادي القطري. من جانبه رحب أمير قطر بما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور متسارع على كافة الأصعدة، الأمر الذي ينعكس في تكثيف التشاور والتنسيق المتبادل حيال كافة التحديات الإقليمية وفي إطار تفعيل آليات العمل المشترك.
كما عقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج جلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة. وأكد وزير الخارجية على أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق القطرية. وبحث عبد العاطي مع نظيره القطري مستجدة الحرب الدائرة في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وكذلك الجهود المبذولة للحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة. كما تطرقت المباحثات إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه ثمن وزير خارجية قطر عالية الوتيرة التصاعدية لتنامي العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على ما يجمع القاهرة والدوحة من روابط قوية وأواصر عميقة. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي ضرورة ضمان الدخول السريع للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيد أو شرط، وبالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني وترفع المعاناة عنه في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها. وخلال لقائه كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة زيجريد كاخ على هامش زيارته الحالية لدولة قطر، شدد عبد العاطي على ضرورة العمل على التغلب على المعوقات التي تحول دون دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة. ومن جانبها حرصت المسؤولة الأممية على التأكيد على أهمية التنسيق مع مصر في ظل الدور الذي تطلع به في كافة جوانب الأزمة الراهنة، لا سيما الشق الإنساني والإغاثي. أدانت مصر سياسة الاغتيالات التي تمارسها إسرائيل والتي تهدد الوضع الأمني الإقليمي وتؤدي إلى توسيع رقعة الصراع بما يصعب السيطرة عليه. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر تعتبر هذا التصعيد الخطير ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة، مطالبة مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا بالاطلاع بمسؤولياتهم في وقت أو في وقت هذا التصعيد الخطير، محاولة إلى إيقافه في الشرق الأوسط والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة ووضع حد لسياسة حافة الهاوية. واعتبرت وزارة الخارجية أن تزامن هذا التصعيد الإقليمي مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة يزيد من تعقيد الموقف ويؤثر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة. كما أكدت أنه يقوض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة ووضع لحد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني. كانت إيران قد أعلنت أن مقر إقامة إسماعيل هنية في طهران تعرض لقصف ما أدى إلى استشهاده وأحد حراسه الشخصيين. وأوضحت مصادر إيرانية أن اغتيال هنية وقع حوالي 2 صباحا بتوقيت إيران، وكان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين في العاصمة طهران، وعقب مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، مشيرا إلى أن مقر هنية استهدف بقذيفة أطلقت من الجو. وأكد المصدر أنه يتم إجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة ملابسات العملية والموقع الذي أطلقت منه القذيفة. لا شك أن اغتيال إسماعيل هنية الرقم الصعب في معادلة حركة حماس سيكون له تداعيات واسعة على ملف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين المعقد بسبب التعنت الإسرائيلي رغم جهود الوسطاء. مصر بادرت إلى التنديد بالتصعيد الأخير وأكدت أنه ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأكيد
تأجيج الصراع في المنطقة. أما قطر وعلى لسان رئيس وزرائها الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نددت بالاغتيال، مشيرة إلى أنه نهج إسرائيلي يدفع إلى التساؤل كيف يمكن أن تجرى مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته. التصريح الأغرب خرج به المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أنهم ملتزمون تجاه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا على الرغبة في إنجاح اتفاق تحرير المحتجزين، وهو الموقف الذي ينافي كل إجراءات حكومة الاحتلال منذ انطلاق عملية التفاوض. واشنطن الحليف والداعم الرئيسي لحكومة نتنياهو قالت إنها تمارس ضغوطا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ولكن قرارات اليمين الإسرائيلي تضعها في وضع حرج، وستكشف الأيام على ماذا تراهن واشنطن في تحقيق تقدم في هذا المسار. لا شك أن السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بمقدرات المنطقة، وهو ما تقابله سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتهور سياسي لا تحمد عقباه. قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة خليل الحية إن كل الخيارات فشلت مع إسرائيل ولا خيار آخر سوى المقاومة. وخلال مؤتمر صحفي في طهران أكد الحية أن حماس وإيران لا تريدان حربا إقليمية، موضحا أن جريمة اغتيال هنية يجب معاقبة مرتكبيها. اعتبرت حركة حماس أن عملية اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية حدث فارق وخطير ينقل المعركة إلى أبعاد جديدة سيكون له تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها. وتعهدت حماس بالرد على العملية مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال أخطأت التقدير بتوسيعها دائرة العدوان واغتيال قادة المقاومة في مختلف الساحات وانتهاك سيادة دول المنطقة. وشددت حركة حماس على أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسير بكيان الاحتلال نحو الهاوية ويعجل بانهياره وزواله. أعلنت حركة حماس نقل جثمان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية من طهران إلى الدوحة عصر غد الخميس بعد مراسم تشييع رسمية في العاصمة الإيرانية. وقالت الحركة إن صلاة الجنازة ستقام في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة، على أن يدفن بعد ذلك في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل. هذا وقد أعلنت إيران الحداد 3 أيام بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم. في الأثناء أكد الحرس الثوري الإيراني أن اغتيال هنية على أراضي سيقابل برد قاس وموجع، معتبرا الهجوم انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية. هذا وقد عقد المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران اجتماعا في ساعة مبكرة من صباح اليوم بحضور كبار قادة الحرس الثوري لمناقشة اغتيال هنية. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. هذا وأوردت صحيفة يدعوت أحرنوت أن إسرائيل بدأت تعزيز إجراءاتها الأمنية حول كافة البعثات الدبلوماسية في أنحاء العالم، وذلك بعد اغتيال هنية. ومن جهتها ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية كان قد نشر صورة لهنية مكتوب عليها بخط كبير كلمة تم القضاء عليه، وبعد بضع دقائق تمت إزالة هذه الصورة من على حساب فيسبوك. وأشارت وسائل الإعلام العالمية بالفعل إلى المنشور باعتباره تأكيدا رسميا على مسؤولية إسرائيل عن هذا الهجوم. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده لم تشارك أو تكن على علم باغتيال إسماعيل هنية. وفي تصريحات خلال منتدى في سنغافورة دعا وزير الخارجية الأمريكي إلى وقف إطلاق النار في غزة، معتبرا أن ذلك ضرورة ملحة.
ويتوالى ردود الفعل الدولية والإقليمية على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. ودعت حركة حماس الفلسطينية رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إثر الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مقر إقامته في طهران. وتلوح في الأفق عدة أسماء ترتفع أسهمها لخلافة هنية وقيادة الحركة مستقبلا في مواجهة التحديات السياسية والأمنية الجديدة ضد دولة الاحتلال. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل بأسات كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 99 بعد 200 على التوالي، مخلفة المزيد من الشهداء والجرحى والمفقودين، إضافة لتدمير المنازل ومراكز الإيواء في مختلف أنحاء القطاع. وشنت قوات الاحتلال غارات استهدفت منازل في شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل، كما قصفت قوات الاحتلال المناطق الشمالية والغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع.
واستهدفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون شرق غربي أو شرق غزة شمالي القطاع، بينما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال شرق المغازي بوسط القطاع. هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 39,445 شهيدا و 91,073 مصابا. عدوان وحشي لا هوادة فيه، حملات ضارية يشنها المحتل الإسرائيلي للتخلص من الشعب الفلسطيني بكل الطرق. فما بين قصف وقنص وتدويع وتشريد، ينضم العطش إلى باقي الأسلحة الخسيسة التي يستعملها المحتل، حيث عمد إلى تدمير أكثر من 30 بئر مياه في غزة الصامدة، إلا أنه بالرغم من كل ذلك لم يستطع أن ينزع أهلها من جذورهم، ولا غرابة فهم الشعب صاحب الحق وصاحب الأرض. أزمة إنسانية حادة تخنق قطاع غزة مع تدمير أكثر من 30 بئر مياه من قبل الاحتلال الإسرائيلي هذا الشهر، لتتضاعف المصائب الناتجة عن القصف الوحشي الذي حول جزءا كبيرا من القطاع إلى أرض غير قابلة للحياة. مدير شبكات المياه في بلدية خان يونس قال إن الآبار دمرتها القوات الإسرائيلية في الفترة من 18 وحتى 27 من يوليو في مدينتي رفع الفلسطينية وخان يونس جنوب القطاع. تم تدمير مجموعة من الأبار فاقت 30 بئر خلال هذه الهجمة الشرسة، وفي كلا المحافظتين في رفح وخان يونس فاق مجموع الأبار المدمرة من 45 إلى 50 بئر دمرت بالكامل، أفقدت منظومة والقائمين على شبكة المياه قدرتهم على تقديم الحد الأدنى من الخدمات للسكان. مخاوف الفلسطينيين لا تنحصر في وقوع قصف إسرائيلي أو توغل بري فحسب، بل يجدون صعوبة شديدة يوميا من أجل الحصول على مقومات النجاة كالمياه لأغراض الشرب والطهي والاغتسال. الفلسطينيون يحفرون آبارا في مناطق قاحلة بالقرب من البحر حيث دفعهم القصف، أو يعتمدون على مياه مالحة من طبقات المياه الجوفية الوحيدة المتاحة في غزة، وأصبحت هذه المياه الآن ملوثة بمياه البحر والصرف الصحي. بسم الله، من الساعة 6 الصبح احنا بنطلع علشان نصف دور للمي، وبنستنى للثمانية، 8:30 لتسعة لما يبدو يضخوا عشان نبدأ نقدر نعبي ونصف دور. إذا تأخرنا عن هيك مش هيصلنا الدور بعد الظهر، ونضلنا في الشمس، أنا عيني تجاني من الشمس من كثر ما احنا بنقف للمية، هذه معاناتنا في المية المالح. الأطفال الفلسطينيون يقطعون مسافات طويلة للاصطفاف في طوابير أمام نقاط الحصول على المياه، وفي كثير من الأحيان لا يملكون القوة الكافية لحمل الحاويات المملوءة، فيسحبونها إلى منازلهم على ألواح خشبية. سكان قطاع غزة المنهكون يواجهون أزمة حادة في المياه، فضلا عن نقص في الغذاء والوقود والأدوية قبل تدمير الآبار، الأمر الذي تتفاقم معه المعاناة التي تخلفها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الذي شارف العدوان عليه شهره 11. رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبور شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية إلى منفذ كرم أبو سالم بعد عبورها معبر رفح البري، وسمحت فقط لعدد ضئيل من شاحنات المحروقات بالدخول إلى قطاع غزة. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية، لازلنا نتابع معكم عبر شاشة القناة الأولى حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من منفذ رفح إلى منفذ كرم أبو سالم ثم إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. لليوم الثاني على التوالي رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي
دخول عدد كبير من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية أو دوائية، وسمحت فقط لأربع شاحنات من الغاز بتفريغ حمولتها والتي عادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. اليوم شهدنا تقليص عدد كبير حتى من الشاحنات التي تحمل محروقات، كنا بالأمس نتحدث عن 10 شاحنات من الشاحنات التي تحمل محروقات سواء كانت غاز أو سولار، ووصلت هذه الشاحنات إلى 10 شاحنات. اليوم نتحدث إلى 4 شاحنات فقط هي التي سمحت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفريغ حمولتها في منفذ كرم أبو سالم، وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. إذن نحن أمام تناقص شديد وأمام تقليص كبير من قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الشاحنات الغذائية والإنسانية والدوية التي يعني من المفترض أنها تصل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية والمواد الإنسانية ومستلزمات الحياة. هذا بالرغم من التحذيرات الأممية الكبيرة بضرورة مد القطاع بهذه المواد لضمان حتى يعني استئناف الحياة مرة أخرى. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من مدينة العريش، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بعد استهداف قيادي بحزب الله، الحكومة اللبنانية تؤكد عزمها المشاركة في جهود دبلوماسية لتهدئة التوتر، ونتنياهو يجري مشاورات أمنية لتقييم الوضع. أصدر حزب الله اللبناني صباح اليوم بياناً أكد فيه تواجد القيادي في الحزب فؤاد شكر في المبنى الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي أمس في الضاحية الجنوبية دون أن يؤكد مقتله في هذا الهجوم. وأشار حزب الله إلى فرق الدفاع المدني التي تعمل على رفع الأنقاض بشكل حثيث وبطيء نظراً لوضعية الطبقات المدمرة، مضيفة أنها لازالت بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما يتعلق بمصير شكر وآخرين. وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ أمس غارة جوية استهدفت بناية سكنية في حارة حريك بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى لمقتل وإصابة عدد من اللبنانيين وتدمير مبنى من عدة طوابق بشكل كامل. توقع وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري أن يرد حزب الله على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أكبر قيادي في جماعته عقب اجتماع حكومي لبحث وقائع الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. أعرب وزير الإعلام اللبناني عن قلق الحكومة من تفاقم الوضع على خلفية الهجوم، مشيرا إلى أنها ستشارك في جهود دبلوماسية لتهدئة التوتر الحالي. رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي درجة التأهب برا وبحرا وجوا تحسبا لرد من حزب الله على اغتيال القائد الكبير في الحزب فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت. يأتي ذلك عقب مشاورات أمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقييم الضربة الإسرائيلية لضاحية بيروت الجنوبية. ومن جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن حزب الله تجاوز الخط الأحمر. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه لا يعتقد أن حرباً أوسع في الشرق الأوسط ستكون أمراً لا مفر منها. وجاءت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارته للفلبين، حيث أكد أن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم، مضيفاً أن بلاده ستعمل بجدية للمساعدة في خفض التوتر.
أعتقد أن هناك دائما مجالا وفرصا للدبلوماسية، وأود أن أرى الأطراف تسعى إلى تحقيق هذه الفرص. وبالتأكيد ما رأيناه على طول الحدود الشمالية مع إسرائيل أصبح هذا الأمر مصدر قلق لنا مع مرور الوقت. ومرة أخرى سنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أننا نمنع الأمور من التحول إلى صراع أوسع نطاقا في جميع أنحاء المنطقة. استنكرت بغداد إقدام قوات التحالف الدولي على استهداف مواقع تابعة للأجهزة الأمنية في شمال محافظة بابل، واصفة الهجوم بالجريمة النكراء والاعتداء السافر على. وأكدت أيضا الحكومة العراقية أن التحالف الدولي موجود في العراق ضمن تفويض محدد، وأن هذه الاستهدافات تمثل خرقا خطيرا لهذا التقويض، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المناسبة لحفظ حقوقه وكل ما من شأنه أن يؤكد أمنه وسيادته على أراضيه وحمايتها. وأضافت مصادر بالشرطة العراقية وقوع انفجار داخل قاعدة تستخدمها قوات الحشد الشعبي العراقي جنوبي بغداد، مما تسبب في مقتل 4 من أعضائها وإصابة 4 آخرين. أكدت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة خلال الليل على كييف والمنطقة المحيطة بها. أضافت الإدارة العسكرية في كييف أن أنظمة الدفاع الجوي تنشط في المنطقة على الطرق المؤدية إلى كييف على وجه الخصوص. كانت قد صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في المدينة ومعظم أنحاء أوكرانيا. أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار خدمة تشغيل العيادات المسائية في المستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لخدمة المواطنين المؤمن عليهم والمنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي. وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي أن الخدمة الجديدة تتيح استخدام العيادات الخارجية بالمستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بكافة محافظات الجمهورية لتشغيلها كعيادات مسائية طبقا للاحتياج ولتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية للمرضى المنتفعين من منظومة التأمين الصحي. أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مورسي عن سلسلة من الإجراءات لتحسين خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل الخطط تشكيل لجان متابعة ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية من أغسطس إلى أكتوبر، ودمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لتسريع استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة. كما سيتم العمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في غضون 30 يوما، و أيضا تطوير المنظومة الرقمية. وأكدت مايا مورسي دراسة مطالب المرأة ذات الإعاقة لجمع المعاشين أو المعاش والراتب. أصدر وزير الإسكان الشريف الشربيني قرارا بإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 1454 فدانا مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة. كما واصلت الإدارة المختصة بأجهزة تنمية مدن العبور و6 أكتوبر والشيخ زايد تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بعدة مناطق بالتعاون مع الشرطة.
تلقى وزير الموارد المائية والري هاني سويلم تقريرا من رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه حسام طاهر بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيها. أوضح الوزير أنه يجري حاليا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ توسعة كورنيش نيل سوهاج الغربي بطول 870 مترا وحماية واجهة نيل أخميم بطول 600 متر ليصبح واجهة حضرية متطورة، وأيضا تطوير مرسى عبارة المراغة. كما يجري الإعداد لبدء أعمال حماية جوانب نهر النيل بعدة قرى بمحافظة أسوان. وتواصل أجهزة الوزارة مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وعلى جسوره على امتداد 1500 كيلومتر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات. أعضاء الحكومة التي تقف أمامكم لتحظى بثقتكم في مقدمة الصفوف قولاً وعملاً، ويجب أن يقدموا المثل الأعلى في تحمل المسؤولية في خدمة الوطن. برنامج الحكومة الذي نأمل أن يكون ملبياً لطموحات وآمال، وأن يكون في مقدمة أولوياته التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهله. تتواصل جهود الدولة في تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية الحقيقية. وفي هذا الإطار يدعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات ابدأ. تولي الدولة أهمية كبرى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تحقيق العديد من الأهداف الحكومية وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد. المؤشرات الكمية لأداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير من عام 2023 وحتى نهاية يونيو من عام 2024 تشير إلى قيام الجهاز بتوفير 397,400 فرصة عمل، مع تسهيل تقديم الخدمات إلى 195.6 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، فضلاً عن تقديم تمويل للمشروعات بقيمة 8 مليارات جنيه. وفيما يخص الخدمات غير المالية، فقد تمكن الجهاز من تنفيذ تدريب لريادة الأعمال لما يزيد على 17,000 متدرب ومتدربة، بالإضافة إلى إصدار ما يزيد على 15,000 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، والمساعدة في استخراج 4,721 بطاقة ضريبية و 696 سجلاً تجارياً، وعن المعارض التي يقوم بها الجهاز لتوفير فرص تسويقية ميسرة لأصحاب المشروعات، فقد تم إقامة وتنظيم 215 معرضاً داخلياً استفاد منها نحو 4,618 عارضاً، وكذلك 12 معرضاً دولياً استفاد منه 90 عارضاً، بالإضافة إلى استمرار معرض تراسنا منذ عام 2019، حيث تم توفير فرص تعاقدية ومبيعات للعارضين تقدر بنحو 428.8 مليون جنيه لأكثر من 4,886 عارضاً خلال 5 سنوات. وفيما يتعلق بالتنمية المجتمعية والبشرية، قام الجهاز بتوفير ما يزيد على 529,000 يومية عمل، وأسهم في تمويل مشروعات بقيمة 185 مليون جنيه، مع توظيف 3,253 شاباً وفتاة. وعن مساهمات الجهاز في دعم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، فقد تم تقديم تمويل 35 مشروعاً بقيمة 38.2 مليون جنيه. وهكذا تتواصل جهود الدولة في تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية الحقيقية من خلال منظومة متكاملة تشمل مزايا وحوافز وخدمات مالية وغير مالية، بما يوفر ضمانات نجاح لتلك المشروعات ويعزز من استمراريتها. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والتي شهدت حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة، والتي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. وللمزيد من فعاليات المهرجان مهرجان العالمين ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، أهلا بك. تضعنا في الصورة لديك أبرز فعاليات اليوم ويعني الحفلات المتوقع إقامتها هذا الأسبوع. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية لا تتوقف، وبالفعل يعني ربما الجميع في انتظار غدا. غدا هو يوم هام جدا، لأن الحفلة التي ستقام غدا في اليو أرينا أو المكان الخاص بالحفلات الكبيرة ستكون حفلة التسعينيات، وهي حفلة هام جدا جدا وينتظره العديد من عشاق أغاني التسعينيات. نتحدث عن أغاني لمحمد فؤاد، نتحدث عن أغاني لمدحت صالح، هشام عباس، عدد كبير من المغنيين التسعينيات سيكونوا حاضرين، ومنهم لن يكونوا حاضرين، ولكن سيتم يعني غناء الأغاني الخاصة بهم بانتظار كبير من وشوق من الجماهير ومن طلاب الجامعات المتواجدين دائما في فعاليات مهرجان العالمين. وبالفعل بينما نحن نتحدث وصلت بالفعل وفود من الجامعات المصرية المختلفة إلى المنطقة الترفيهية في مدينة العالمين ومهرجان العالمين في نسخته الثانية، وبدأوا بالفعل أن ينتشروا في هذه المنطقة. منهم من يلعب الآن كرة القدم ودورات كرة القدم بين الجامعات، منهم من طلاب الفنون التشكيلية والتطبيقية الذين يعني يقومون الآن برسم المنطقة من حولهم ويقومون بالأشكال التشكيل المختلف بالنحاس وغيرها من الأدوات المختلفة. أما يعني خلال لحظات من الآن ستكون هناك جولة لرئاسة مجلس الوزراء في المنطقة الترفيهية لتفقد فعاليات هذه المنطقة وتفقد فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية، بالإضافة لأننا نرى الآن يعني سيارات الإسعاف الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، والتي كانت قد أطلقت من قبل في يونيو 2023 العام الماضي لمدة 3 أشهر أو 100 يوم، ثم تم تجديدها بعد ذلك 100 يوم، وبدأت أيضا في يناير الماضي 100 يوم، وها هي تنطلق الآن أو تنطلق سوف تنطلق اليوم خلال يعني وقت قصير من العالمين الجديدة هذه المبادرة للكشف على المواطنين المصريين بالمجان وتحويل من يحتاج إلى عمليات يتم تحويلهم إلى
المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة المتعلقة ب 100 مليون صحة ليتم التعامل مع العمليات التي يحتاجها المواطن. هذه المبادرة ستنطلق للمرة الثالثة أو المرة الرابعة عفوا من مدينة العالمين الجديدة. وبالإضافة لذلك أيضا سيارات الإسعاف بشكل عام كانت تتوقف دائما هنا للتعامل مع أي طارئ من الممكن أن يحدث. هذا بالإضافة لاستمرار الفعاليات الخاصة بالمسرح الروماني الذي استضاف بالفعل بالأمس الفرقة المصرية للموسيقى العربية، وأيضا التي أدت عدد كبير من أغاني الزمن الجميل إذا جاز أن يطلق عليها هذا يعني المسمى، أغاني لعبد الحليم حافظ، أغاني لعبد الوهاب، وعدد موسيقى آخر من بليغ حمد يا كريم. لقى تفاعل كبير من نعم بالطبع، وكان بالإضافة لذلك الاحتفاء بموسيقى بليغ حمدي هذا بالأمس. وستستمر هذه الفعاليات على مدار الأيام القادمة في المسرح الروماني، وأيضا الحفلات الخاصة باليو أرينا والفعاليات الأخرى هنا في المنطقة الترفيهية. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من مدينة العالمين الجديدة. اختتم في المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة الحفل الفني للاحتفاء بموسيقى بليغ حمدي. يأتي هذا في إطار التعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وسط حضور جماهيري وأجواء فنية مبهجة. على ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي قدمت الفرقة المصرية للموسيقى العربية حفلا فنيا على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة احتفاء بموسيقى بليغ حمدي التي تركت بصمة عميقة في وجدان الجمهور العربي. تعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وسط حضور جماهيري وأجواء فنية مبهجة. وطبعا النهارده مشاركه مميزه طبعا مع دكتور مازن دروز وفي مدينه العالمين اول مره يجي. لا حاجه جميله جدا وحاجه فظيعه يعني ومبهره. المدينه جديده تحفه وهنا طبعا التنظيم والاجواء جميله جدا والناس طبعا وحماسهم معانا. لا بجد احنا النهارده كنا مبسوطين واحنا طبعا بنقدم لهم فقراتنا للموسيقار بليغ حمدي. بقى لي حوالي 5 شهور موجود مع الفرقه الحمد لله سوليست بغني. بقى لنا فتره بنجهز حفله النهارده، عملنا مجهود وعملنا بروفات واشتغلنا مع الدكتور مازن دراز شغل قوي جدا عشان نطلع الشكل اللي طلعنا بيه النهارده دوت. الحمد لله راضيين ومبسوطين عن الشكل اللي طلع. طبعا شرف ليا ان اشارك في حفل زي ده وان اغني من الحان العظيم بليغ حمدي، وخصوصا اغنيه زي اللي انا غنيتها اغنيه عدويه للفنان الجميل محمد رشدي، وطبعا زي ما قلت الحان العظيم بليغ حمدي وكلمات الخال عبد الرحمن الابنودي، مفيش احلى من كده يعني. الفرقه المصريه للموسيقى العربيه والتي تاسست في التسعينيات قدمت باقه مميزه من اشهر الحان الموسيقار بليغ حمدي والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها سواح وجان الهوى وعربابة وغيرها من الأغاني التي جعلت من الحفل سهرة فنية ثقافية. حاجة ممتازة جدا، تمام، أصوات رائعة، أصوات شابة ممتازة جدا، التنظيم ممتاز ما شاء الله، تمام، الديتيلز بتاع المكان تحفة ما شاء الله عليه. والله احنا اتبسطنا جدا النهاردة، بنحس كمان الفرقة كانت روعة بصراحة وجميلة جدا والمكان جميل جدا. العالمين عالمين فعلا، تمام، واحنا اتبسطنا جدا بالفرقة والموسيقى بتاعتها كمان اللي احنا كنا مشتاقين لها بصراحة يعني. الحفلة جميلة خالص، واكتر حاجة الفرقة الصراحة ممتازة واصوات جميلة، كل حاجة حلوة والله فيها. انا طبعا فكرة ان وجودي في الحفلة حببتني ان انا اجي العالمين تاني لانها مدينة جميلة جدا. طبعا والله العالمين مدينة كويسة جدا وممتازة يعني، حالة توصف اصلا فاهمني. طبعا تحت رعاية الرئيس السيسي، فهي صراحة حاجة جميلة جدا وانا ناوي اجي تاني باذن الله. الموسيقى كانت جميلة جدا وحاسة ان هي اجواء مختلفة ان هي تبقى موجودة هنا في العالمين، وحاسة ان اجواء العالمين يعني اجواء مختلفة غير بنشوفها في اي حتة. وبجد المسرح كان تحفة والغناء كان تحفة جدا والكورال كان كل حاجة جميلة بصراحة، وكان حاجة مختلفة جدا علينا. وبجد شكرا جدا للعالمين ان هي عملت لنا عروض زي دي هنا. شاركت الفرقة في العديد من المهرجانات والحفلات لكبار النجوم، وستستمر هذه الحفلات الفنية الثقافية على مدار أيام مهرجان العالمين الجديدة على المسرح الروماني.
أحد أهم المعالم الثقافية المميزة في مدينة العلمين الجديدة. محمود جميل، التلفزيون المصري. والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة، نتحول فيها وتفاصيل الأخبار الاقتصادية إلى الزميلة ميرنا إيهاب، تفضلي. شكرا لكما إلهام وأميرة، أهلا بحضراتكم. هذه جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير مدينة الجلود بالربيك ومصنعين متخصصين في الصناعات الدوائية والغذائية بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر. كما اطلع كامل الوزير على عرض تقديمي عن الموقف التنفيذي للمراحل الثلاث لمدينة الجلود، مشيرا إلى الاستجابة الفورية لمطالب مستثمري المدينة بتوفير وسائل مواصلات للعاملين وربطها بشبكة المواصلات العامة، موجها بتوفير مجازر آلية لتقليل هادر الجلود وتطوير المركز التكنولوجي لتأهيل العاملين وتقديم الدعم الفني للمستثمرين، بالإضافة إلى حل مشكلات أصحاب المدابغ بالمدينة، مشددا على ضرورة مراعاة المعايير البيئية في إجراءات الصرف الصناعي الخاص بالمدينة. أكد وزير المالية أحمد كجوك أن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلية والأجنبية في الاقتصاد المصري يتصدر أولويات الحكومة الجديدة. جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن. وأضاف الوزير أن الدولة تتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة ومرنة، ذلك لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي، ويتم التعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصري. بحث وزير التموين شريف فاروق مع وزير الاستثمار حسن الخطيب سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، وقد شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور من أهمها تعظيم الاستفادة من دور وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع، لا سيما طرح الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الزيوت وتطوير تجارة التجزئة وصناعة الورق بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وفي سوق المال أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها على صعود جماعي في جلسة اليوم. وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إي جي أكس 30 على صعود بنسبة تقدر ب 1.17% ليصل إلى مستوى 29378 نقطة. كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي أكس 70 تعاملاته على صعود بنسبة تقدر ب 26% ليصل إلى مستوى 6838 نقطة. كما أغلق مؤشر إي جي أكس 100 على صعود بنسبة تقدر ب 43% ليصل إلى مستوى 9762 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية صعدت العقود الآجلة للنفط أكثر من 1% من أدنى مستوياتها في 7 أسابيع بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مما تسبب في تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب الضعيف في الصين. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.96% لتصل إلى 76.94 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.54% لتصل إلى 80.63 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.42% لتصل إلى 2.60 دولار للتر، فيما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.15% لتسجل 2.6
من 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مما أجج التوتر في الشرق الأوسط، وذلك وسط ترقب المستثمرين أيضاً لقرار البنك المركزي الأمريكي فيما يتعلق بسعر الفائدة. وانخفض مؤشر دبي بنسبة 4%، كما هبط مؤشر أبوظبي بنسبة 6% بنهاية التداولات. وعوض المؤشر السعودي خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع يقدر ب 4%، ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر القطري بنهاية الجلسة. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى إلهام وأميرة. شكرا لك ميرنا. وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، إليكم أبرز العناوين. مدبولي يتابع موقف إنتاج الأسمدة ويشدد على ضرورة غلق منافذ تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء. عقب اغتيال هنية مصر تدين سياسة التصعيد الإسرائيلية وتحذر من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول. نائب رئيس المكتب السياسي لحماس يهدد بمعاقبة مختلي هنية ويقول إن كل الخيارات فشلت مع إسرائيل ولا خيار سوى المقاومة. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكراً للمتابعة ودمتم في أمان الله.